الفاتحه ان الله يجعلنا واياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبه الرسول الكريم، ويدخلنا في حزب اهل الله المفلحين، ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصه ولاخواننا المؤمنين عامه، ويجعلنا من الراضيين المرضيين الهادين المهديين، ومن حضر هذا الجمع يكتبه الله من المتقين الصالحين، وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين، ويكتبنا في ديوان عباده المتقين، وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته، ويصلح لنا الأحوال، ويتقبل منا الأعمال، ويبلغنا منازل الرجال، وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة، ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه، بخير ولطف وعافية وسلامة، وعلى ما نواه ودعا به حبيبنا علي في مثل هذه المناسبة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك، يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق، يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق، يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق، يا ربي صل على محمد
ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام Yeah.
السلام عليك، السلام عليك يا مسكي وطيبي، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام على المقدم في الإمامة، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام على المتوجب الكرامة، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام على غمامة، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام على القيامة، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه سبحان الله عز وجل تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون
فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بين كتفيه على أشرق البدر علينا، أشرق البدر علينا، واختفى بدر التمام، واختفى بدر التمام. بين كتفيه على مثل حسن ما رأينا، مثل حسن ما رأينا في العراقين وشاف، في العراقين وشاف. بين كتفيه على ما بين كتفيه على ربي فاجعل مستمعنا، ربي فاجعل مستمعنا، غاية حسن الختام، غاية حسن الختام. بين كتفيه على ما بين كتفيه على
قد سألنا واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام بين كتفيه على واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام بلقى خير الأنام بين كتفيه على وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام بين كتفيه على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزى في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة
السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله، وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة، والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج. صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. صلى الله عليه. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تتفي حملها بغلام بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناعها هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود
ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله المصطفى
وفى الهدي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله مرحبا يا رسول الله، يا اهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا دار حسيني، مرحبا يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا دار حسيني. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله، واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاه يا الله في جوار خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسلام مستمر كل حين يتجدد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا موسم الخير يا شهر الصفا والصلاح، يا شهر هبت علينا فيه خير الرياح، عطر النبي خير خلق الله في الكون فاح، ما أحسنه من عطر قد طيب جميع النواح. على مدى الدهر ينفح بالعشي والصباح، مطيبه من ريح تشفى به جميع الجراح، لشمه العاصي أمسى من رجال الفلاح، يا شهر قد فضبه بحر العطاء والسماح، عاشت به أرواحنا في الأنس والإنشراح،
يدير كأس الهنا ساقي من خير راه. الحمد لله ذا الشي قد أتانا مناح، ذا غيث مخصب وبرقه فوق الأكوان لاح. هملد مزنه وسايله فوق الأراض ماح، به انفتح باب كم رمنا له الانفتاح. برز لنا وجه قد فاق الوجوه الصباح، مليه قد فاق في حسنه جميع الملاح. أشرف نبي طاب للمادح به الامتداح، هو خير عبد بذكر يحصل الارتياح. سادت به أمته فيما قد راوته الصحة، قد كان مولده والمبعث بأرض البطاح. وساعة الوضع صار الليل مثل الصباح، والكون لباه بالتشميت لو حين صاح. فإن طربنا فما في ذا طرب من جناح، ثم الصلاة على المختار ما طيرناه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء، مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسما. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء: فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض جسور الروم. قالت: ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني، ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى بدعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات،
بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله ثم عليه. إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره، تسابقت إلى رضاعه المرضعات، وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات صلى الله عليه. فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة، بأن الأولى بالتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة، وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مجنونها صلى الله عليه، نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور، فحنت عليه حنو الأمهات على البنين، ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين صلى الله عليه. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة، فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها صلى الله. فترحلت به إلى منازلها مسرورة، وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة، فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه أشرف المخلوقات، فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان، ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان صلى الله عليه. وقد درت الشارف وشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان، وبكي عندها في حضانتها وزوجها سنتين، تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين، وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهت الملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام، وهو يرأى الأغنام فجعله على الأرض إجاء التشريف، وشكوا بدنه شقا لطيف، ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه، وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه، وما أخرج الأملاك من قلبه أذن، ولكنهم زادوه طهرا على طهري صلى الله. وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات، فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة، فتخوفت عليه من حادث تحشى، ولم تدر أنه ملاحظ من ملاحظة التامة من مولاه
صلى الله عليه وسلم. ترددوا إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف، أحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف، فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولدي آدم ولا فخر صلى الله عليه. ولم يزل وأنجم صعوده طالعة، والكائنات لأهده حافظة ولأمره طائعة صلى الله عليه. فما نفس على مريض إلا شفاه الله، ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه صلى الله. حتى بلغ من العمر أشدة، ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة، فأجاته الحضرة الإلهية بما شرفت به وحده، فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين، فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صلى الله عليه. فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله عليه. فما أعظم من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان، وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ، فدعا الخلق إلى الله على بصيرة، فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة صلى الله عليه. وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار، تشرف بسوق إليها المهاجرون والأنصار صلى الله عليه. وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين،
وأكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين وظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثير القليل وبروء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجدع الذي هو من خوارك العادات وشهانة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته صلى الله عليه وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات صلى الله عليه ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشكي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول صلى الله عليه وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك السراج صلى الله عليه فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل صلى الله عليه فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل صلى الله عليه وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه صلى الله حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية وأوامر النفحات الكربية فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات صلى الله عليه تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواتف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات صلى الله عليه
رتب تسكت الأماني حصرا دونها ما وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولة من عواتفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يدسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة صلى الله عليه فلا يدمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها صلى الله عليه فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين صلى الله عليه فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر صلى الله عليه فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه
وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه. قد خلقه الله على أجمل صورة، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نظر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر. صلى الله عليه. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. صلى الله عليه. سيد ضحكه التبسم والمشل وينا، ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير، محياه الروضة الغناء. صلى الله رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعزمة وحياء. صلى الله عليه. معجز القول والفعال، كريم الخلق والخلق، مقسط معطاء. صلى الله عليه. وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب، فيفوت سريع المشي من غير خبب، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لحالا. صلى الله عليه. حبيب يغار البدر من حسن وجهه، تحيرت الألباب في وصف معناه، فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه، فلو أهدى السنا للبدر عند تمامي لم يخسف، وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. فما جل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل
واللفظ المحتوي على المعنى الجزء إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة صلى الله عليه. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير يا سيدي قبل
الألمانية جذلي بوصل يا سيدي قبل المنية الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد
صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا آمين. وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة آمين. الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك آمين. سيد الكونين وأشرف الثقل العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم آمين. ونتوسل إليك بشرف مقام مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا آمين. وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين آمين. وفي طرائق اتباعه من السالكين آمين. ولحقك وحقه من المؤدين آمين. ولعهدك من الحافظين آمين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا آمين. وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشتشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهه أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر
للمذنبين آمين. وتقبل توبة التائبين آمين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين آمين. واكف شر المعتدين والظالمين آمين. وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار آمين. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا آمين. وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة